10 معلومات عن الشخص اللي عنده توحد. رقم 1، كتير بتلاقيه قاعد لوحده لأنه مش عارف يلعب إزاي مع الأطفال التانيين. رقم 2، عنده حساسية للأصوات سواء كانت عالية أو واطية، سلم عليه وكلمه بهدوء. رقم 3، بيحب إن يومه يكون منظم وإنه يعرف ترتيب أحداثه، ودي حاجة حلوة نتعلمها منه. رقم 4، منهم اللي عنده درجة ذكاء عالية جداً أبهروا بيها العالم. رقم 5، بيحب الألعاب اللي بتلف أو إنه يلف هو بجسمه، قدر حركته وقبلها منه. رقم 6، عنده صعوبة في التواصل البصري، يعني إنه يبصلك وإنت بتكلمه لكنه سمعك كويس. رقم 7، عنده صعوبة في إنه يفهم مشاعر اللي قدامه، زي إنت دلوقتي زعلان ولا فرحان، فما تستغربش لو ضحك أو عيط في وقت مش مناسب. رقم 8، كتير بنرمز للتوحد بالبازل لأنه بيشكل لغز محير للناس. رقم 9، عنده صعوبة في اللعب التخيلي، يعني إنه يتخيل في اللعبة إنه دكتور وإنت العيان، فممكن ما يحبش النوع ده من اللعب. رقم 10، يقدر يروح المدرسة ويتعلم زيك، اعرفه وافهمه علشان تقبله.